طيب انا هنا شفتها؟ هذول شفتها سيد حسين؟ اي هذا برضه مصنع نسيج وحياكة تواسط هو أحد مصانع وزارة الصناعة والمعادن المتميزة، كان ينتج مختلف الأصناف والأنواع من الأقمشة القطنية والمحاكاة، ومنذ تأسيسه ولغاية الوقت الحاضر تحققات الإنتاج كانت قبل 2003 كانت عالية جدا بسبب الدعم الحكومي للقطاع الصناعي، وكان عدد العاملين كبير جدا مقارنة بالوقت الحاضر، وكذلك وجود حوافز ومخصصات خطورة للعاملين، وكان العامل أيضا 3 وجبات. حاليا ماكو دعم حكومي، لا يوجد دعم حكومي، اضافه الى انقطاعات التيار الكهربائي وارتفاع التسعيره وكذلك تسعيره المنتجات النفطيه. المنافسه في السوق المحليه عاليه جدا بسبب المنتوج المستورد والرخيص. الكوادر القديمه اللي طلعت تقاعد وما لها تعويض، وشباب ماكو يعني جديد. والله احنا مطالبنا انه تدعم القطاع الصناعي، تفتح التعيينات كوادر جديده، لانه الكوادر القديمه طلعت تقاعد وكوادر فنيه، لازم يصير تواصل بين الكوادر الفنيه القديمه والكوادر الفنيه الجديده، اضافه الى انه تدعمنا بشراء مواد اوليه للانتاج. اهم معوقات العمل الان عندنا في العمل، عندنا معوقات، اولا معوقات داخليه ومعوقات خارجيه من قبل الحكومه. المعوقات الداخليه قدرنا نحل بعضها من المواد الاحتياطيه، من الجو هذا الحار اللي انتم هسه تشوفونه، قدرنا نوصل الى بعض، حطينا النقاط على الحروف، نقدر احنا والاداره مالتنا نقدر نوصل. لكن المعوقات الخارجيه، احنا كنا في زمن النظام البائد انه احنا خامس معمل بالشرق الاوسط، وتصديرنا لباقي الدول متواجد، يعني كل دول العالم تاخذ من نسيج الكون. الان هبطت الانتاج، كل شيء ما عندنا، عندنا مكاين كفلناها وطبقناها، ليش؟ لا حافز، لا خطوره، مواد احتياطيه قامت تجينا من اسوأ المناشئ، إضافة إلى عدم تعاقد اللي لا وزارة الداخلية ولا وزارة الدفاع. عندنا هنا مثلا هسه احنا عندنا البيرية، الهرم رأس الهرم اكو علاقات خارجيه، يقدر منك يجيب البيريه ب$50، مع العلم احنا هنا 7000 دينار البيريه الروماني الاصلي اللي كانت بفصل صدام موجوده، البيريه الروماني الاصلي ما ياخذها 7000 دينار، وهذا ادى الى انه عدم وجود حافز الانتاج، بس بازو وبوبلين، وهذا ما لانه البضاعه الخارجيه جاي تجينا من الصين منتوجها جيد ورخيصه، فما حد ياخذ قام هذا قماشنا وانتاجنا، ما حد يستعمله. ماكو الانتاج الوطني قام ما ياخذونه بقد ما الانتاج الخارجي ياخذونه. جميع دول الجوار الموجوده بلا استثناء، جميع دول الجوار
هي اللي ادت الى هذا اللي احنا فيه الان. تريد دمون الاقتصاد الوطني لهذا البلد. جميع دول الجوار بدون تحديد. جميع دول الجوار هم اللي ادونا الى هاي النتيجه. والله ودينا عده مطالب لحد الان ما استجابوا لنا من 2003 لحد الان. احنا مطالبنا وهوساتنا ومظاهراتنا ما استجابوا لنا انه لازم وجود حافز حتى يخلي هاي العمال تشتغل. الانتاج الوطني احنا لازم الانتاج الوطني ندعمه، دعم الانتاج الوطني حتى يصير حافز ومن تحويلنا من الذاتي الى هسه احنا التمويل الذاتي، فاحنا التمويل الذاتي يلا هذا شغلنا كله بخساره جاي نشتغل. كعمال معمل نسيج الفود احنا ما عندنا انه غير الاعتصامات. الاعتصام من جميع وزارة الصناعة المفروض تتوحد جميع وزارة الصناعة على شغلة الاعتصام، لأن ما عندنا غير الاعتصام. نطالب الحكومة الموقرة بدعم المنتج الوطني، لأن كما تعرفون شركتنا من أفضل الشركات في العراق وفي العالم وفي الشرق الأوسط حقيقة. لذلك نطالب سيادة رئيس الوزراء ومعالي وزير الصناعة بدعم المنتج من خلال التعاقد مع الوزارات الأخرى مثل وزارة الصناعة، وزارة التربية، وزارة الدفاع، الداخلية، الصحة. هاي واحدة. اثنين، نطالب بدعم الموظف من خلال الحوافز، من خلال الخطورة. هذه اثنين. وكذلك نطالب سيادة رئيس الوزراء والحكومة الموقرة بأن تساوينا حالنا حال أي موظف بالحكومة، لأن كما تعرفون هنالك فوارق كثيرة من خلال الرواتب. يعني أنا هسا أحكي لك على نفسي، أنا خريج بكالوريوس، الآن أنا راتبي 500، أروح للشركة يقولوا لي، أقول لهم شدوا لي شهادة، يقولوا لي ما عندنا كتاب، يقولوا لي إلا من المالية تجي. زين، يا باقي الوزارة شدوا لها حال أقراني ما يعطوني جواب الصحيح. هاي واحدة. اثنين، نطالب كذلك بالدعم كما أسلفنا سابقا بدعم المنتج الوطني. احنا يعني خطورة ما عندنا، خطورة الطريق احنا من الرفاعي، يعني لا خطورة عندنا، لا سلف مقفينها يعني لا يمشونها. كم مرة طلعنا مظاهرات، ما كل شيء ما سوونا حل، يعني اي شيء ما سوونا. لا خطورة، لا رواتبنا قليلة. انا من اهل الرفاعي، يعني داوم من الرفاعي للكود، يعني انتاجنا قليل. احنا ذن الايام انتاجنا قل، ذيك الايام والله هواي انتاج عندنا. ها؟ يعني اريد خطوره، اريد رواتبنا يصعدونها، يعني القطع لا منطينا اياها، السلف ماكو، يعني اي شيء.
هم جاكم هنا انا مسؤول من محافظه يعني هوايه والله هوايه اجوا وحجوا حكينا وهاي وكل شيء ما كل شيء ما سوونا طالبنا طلعنا مظاهرات وطلعنا بباب المعمل وطلعنا باي نتيجه ماكو حتى مدير العام قبل ليلنا هذا محمد زياد طلع ويانا وحكى وكل شيء ما حل كل حل ما سوونا اي شيء ما سوونا واحنا تعبانين يعني تدري يعني الظروف تعبانه يعني 300 شيء سوون بهالظروف التعبانه هم ناس اجار وجهال عتها وهاي كل شيء ما سوونا كل حل ما سوونا وهاي يعني هالولد كلها يعني واقفين وعوائل عتهم وكل شيء يعني رواتبنا قليله اي تفضل بعد يعني نريد يسووا لنا حل يعني رواتبنا بالخطوره ساعدونا حتى ملينا والله من ارواحنا كنا من هاي طبعا المصنع وشركة واصل للصناعات النتيجية كانت من الصناعات الرائجة والرائدة في الشرق الأوسط ومن أفضل الصناعات في السنوات السابقة ولكن بسبب قلة الدعم والإهمال في الوقت الحاضر أدى إلى تراجعها بشكل كبير من ضمن الإهمال الموجود مثلا قلة الدعم بالمواد الأولية قلة توفير الكهرباء اللازمة للإنتاج قلة الخبرات يعني جاي عندنا مجموعة من الخبرات جاي تطلع على التقاعد ماكو تعويض للخبرات الموجودة أضافة إلى ذلك قلة الدعم بحيث أنه المنتوج الوطني يكون يضاهي الإنتاج العالمي من حيث الجودة والتقنية الحديثة أريد مطالب أولا أنه زيادة الدعم لهذه الصناعات اللي يشمل شريحة واسعة من المجتمع من خلال المواد الأولية والمكائن الحديثة ودعمها بالخبرات اللازمة بالإضافة إلى الاحتكاك مع الخبرات العالمية على مود الإنتاج مالتنا يضاهي الإنتاج العالمي حاليا لا يوجد دعم يعني لا أكو مثلا كهرباء بنسبة كافية للإنتاج تغطي جاي هسه عندنا في الوقت الحاضر قطوعات متكرره للتيار الكهربائي وهذا ينعكس سلبا على الانتاج الموجود فماكو دعم من الحكومه هسه بدعم كافي بحيث يوفر كهرباء على مدار 24 ساعه للمعمل احنا جاي نلاحظ انه وزارة الصناعة مهملة بشكل كبير وطبعا بالوقت الحاضر ماكو دولة ما عندها صناعة الاسباب شنو ليش؟ والله الاسباب تكون يعني ما نعرفها يعني مشغولة يعني خارج ارادتنا ما نعرف انه بسبب جهات خارجية بسبب جهات داخلية بسبب الفساد المالي والاداري الاسباب غير معروفة حاليا اول شيء احنا نقدم للحكومه المركزيه شنو سبب الاهمال الحكومي بالتعامل مع الشركات المحليه وعدم تشجيع الانتاج الوطني شركتنا من الشركات اللي تعتبر من الشركات العالميه ومن اكبر شركه بالشرق الاوسط ولكن الاهمال الحكومي والاهمال المتعمد اثر على الشركه بحيث منتجاتنا الوطنيه لا اكو رقابه على المنتج المستورد لا اكو فد ملاحظات على المنتج المستورد ولكن الشركه احنا انتاجنا من الانتاج العالمي ننتج الفانيلات الملابس داخليا ننتج الجواريب جرسيات الجيش البيريات ولكن هناك تعمد مقصود ادى الى تدمير هذا الاقتصاد الوطني والاعتماد على المنتج العالمي والمنتج المستورد ثانيا اكو عندنا مطالب هنا داخل الشركه اولا نظام الخطوره لم تحتسب نظام الخطوره الى شركات وزاره الصناعه علما ان اكثر المنتسبين معرض الى صدمات كهربائيه معرض الى صدمات ميكانيكيه معرض الى الاتربه وكان هذا في زمن النظام البائد
يعني جاي احنا ناخذ هاي حقوقنا وامتيازاتنا، لكن من اجت هاي الحكومه هاي الامور كلها انلغت. ثانيا الحوافز الانتاجيه لحد الان ما معمول بها بشركتنا اكثر من سنتين. ثالثا انتاجنا يمكن نغطي الشركات الباقيه والمعامل الباقيه بهذه الخيوط، علما ان هذه المكاين اللي احنا عندنا موجوده حاليا هي مكاين حديثه مستورده. احنا قمنا عده مظاهرات واعتصامات من مطالبه بحقوقنا، ولكن اذا لم يكن هناك استجابه من الحكومه المركزيه سيكون هناك اعتصامات واضراب عن العمل وتوقف العمل لحين ان تستجيب الحكومه وتشجيع الانتاج الوطني، والناشد رئيس الوزراء او وزير الصناعه والبرلمان وكافه المسؤولين ان يضعون خطه لوزاره الصناعه ويضعون وزارة الصناعة في المقدمة، وعدم الاعتماد على المستورد الأجنبي ووضع رقابة في على المستورد، وخاصة احنا كنا في زمن النظام البائد نجهز وزارة الداخلية وزارة الدفاع بالبيريات بالملابس العسكرية، وعلما احنا الانتاج مالتنا ونكررها يضاهي الانتاج الأجنبي بل وأفضل من الانتاج المستورد. هناك جهات تحاول تدمير الانتاج العراقي والمنتج الوطني والاعتماد على المنتج المستورد، لان هناك اكو معاملات تجاريه وفوائد واموال يستفادون من عتها في هذه المعاملات. ولكن بالعكس احنا نريد من رئيس الوزراء ونريد من وزاره الصناعه ونريد من البرلمان ان دائما يحثون على الشركات الباقيه ان تستلم المنتوج العراقي، لان هو افضل من المنتوج المستورد، وعدم هدر في العمله العراقيه. انا ليش اطلع الاموال الى الدول والمعامل الباقيه؟ ليش ما استفاد بها داخل البلد واشغل الايدي العراقيه الموجوده داخل بلدي؟مصنع نسيج وحياكة واسط من المعامل المهمة في العراق وفي منطقة الشرق الأوسط، ونحن الآن في قسم الغزل في معمل نسيج وحياكة واسط. يتكون قسم الغزل من خط غزل حديث تم التعاقد عليه مع شركة ريتر السويسرية في سنة 2012 العفو، وتم تشغيل هذا القسم أو هذا الخط في سنة 2013، وهو يعتبر من المعامل المتطورة جدا، حيث تحتوي هذه المكاين على روبوتات صناعية تقوم بعمليات لحم الخيط وجودة المنتوج، بحيث أن الجودة التي تظهر في هذا القسم جعلت المنتوج يضاهي المنتوجات الأجنبية. وللأسف الشديد أنه يعني وصل الإنتاج إلى مستوى جيد جدا، ولكن انقطاع التيار الكهربائي المستمر على المعمل والمفاجئ يسبب خلل وعطال لهذه الخطوط الإلكترونية الحديثة، حيث تحتاج الكارتات الإلكترونية والمعدات الكهربائية الموجودة في هذا الخط إلى التبريد وبصورة مستمرة، ويجب إطفاءها قبل انقطاع التيار الكهربائي. ولكن انقطاع التيار الكهربائي المستمر عن هذا القسم سبب مشاكل لنا كثيرة. وكذلك أيضا هو توفير المادة الأولية لهذا القسم، حيث محددين بكمية محددة من المادة الأولية وهو القطن لهذا المعمل. وهسه لو تلاحظون انه عملية الإنتاج هذه ماكينة حديثة جدا ومتطورة. احنا عندنا شغلة او التيار الكهربائي والتزامه يعني مهم جدا بالنسبة للمعمل، حيث الانقطاع يسر علينا يطلب من عندنا توفير مواد احتياطية كثيرة لهذا الجزء، وكذلك المادة الأولية. أما إذا لم تتوفر هذه الشروط الاثنين فإحنا بصراحة راح تكون يعني هذه العملية ما في الإنتاج بها خلل. المعمل حيل تعبانين، الحوافز ما عندنا، خطورة ما عندنا، راتبنا حيل قليل، وحتى هاي مال الجايز مال الرصيد ما عندنا، اذا ما نجي نتغيب، نساعدونا شي يساعدونا مره مرتين يساعدونا،
حالتنا ظروفنا حيل تعبانه والله، هنا تعبانين حيل والله. حتى براد ماكو هنا مي نشرب، هاي الولد خطيه يجيبون لنا مي ونشرب. شو طالبين من الحكومه المركزيه؟ والله الحكومه المركزيه شو هو كل من لنفسه، أيه. غير يباعون احنا المواطنين، احنا التعبانين الموظفين، والله انا راتب 450 المنطيه، نعم. وانا رجلي قاعد كل شيء ماكو، عندي ابني سادس علمي متخرج والله وما داوم، حالتنا تعبانه، يقول ما يدش لي موبايل، ما يدش اشتري لي ملابس، يعني حيل ظروفنا تعبانه والله. وين الروح؟ راتب 450 المنطياني ولا قطعة عندنا، وين الروح؟ يعني احنا نكلف على الله وهاي الحكومة شو تسوي؟ هذا الحدث السنتين، أنا عندي 15 سنة، يقولوا أنت ما تطلعين إلا بأسباب صحية إلا تطلعين، أقول لهم عندي أطفال ثلاثة ما تطلعين إلا 15 سنة، لازم أنت عمرك 50 سنة إلا تطلعين، شلون هاي؟ ما عندنا كهرباء، منين الكهرباء؟ وين؟ قاعدين هاي الساعة تطفى. إذا تجي الكهرباء أنا أشتغل، ما تجي الكهرباء شلون أطلع مطلوب؟ وشلون الدولة تعطيني خطورة؟ يقول لك هاي ما مطلعة مطلوبها، شلون منين؟ كان الكهرباء منين أجيبها؟ إحنا نتحملها، شو نسوي؟ غير على عيشتنا، إذا نقعد يوم ويا طالعين المعمل يقعدونا، وين نروح؟ وين نروح يا أستاذ؟ إذا نقعد وما نشتغل، يقول لا ساعتين تجي الكهرباء ما جت طلعون، إحنا ما نقبل نطلع، والله يقولون تعال طلعوا للبيت، إحنا نظل قاعدين على مكاننا، وين؟ ابد ما حد قال لنا اشتردون ما تردون ابد، ولا واحد باوع لنا ولا واحد اجانا. من هم قالوا ما اجوا؟ ما حد اجانا من المسؤوليه، اللي جاينا ما حد جاينا، ما حد واصلنا ولا واحد قال لنا اشتردون ما تردون ابد، ما حد. والله وين نروح؟ هذا هسه مو قدامك طافيه الكهرباء، هسه حتى مروحه ما يفتحونه. وين نروح يا استاذ؟ فدوى اروح لك. هذا الحدث اللي حاطينه علينا مال سنتين شنو؟ انا عندي 15، خوب اي وحده عندها 15 موظفه تقعد على جهاله يعطونها راتب تقاعد وتطلع، لا انت الا عمرك 50، كم منين اجيب عمر 50 انا؟ أي. قطعنا ما يعطونهم 2005 انا مقدمه ولحد هسه، ينطيكم ورا هاي برا المعمل هاي هنا بكان، يا ما مريت هاي وين ما كان وزعونا، وين ما كان؟ وين الوزير هذا؟ غير يكون يباوع الحانة تعبانين، جات تدفع 250 الأجار و300 تدفع، كاش يظل من الراتب؟ انتم موظفين مثلنا؟ منين؟ والله منين؟ هذا الحدث يكون أطلب من الله ومن الحكومة يشيلونا من يمنا، يزودون رواتبنا. راتبنا شنو 450؟ راتب هذا عايفة جهالي وهاي غير على مود العيشة. مصنع نسيج وحياكة واسط كان من أكبر المصانع في الشرق الأوسط من خلال كثرة موظفيه وإنتاجه المتميز الذي كان يستورد من الدول المحيطة، دول الإقليم، حتى تتذكرون بأنه حجاج بيت الله الحرام كانوا يأتون يذهبون إلى السعودية يأتون بالمنتج العراقي، هنا يكتشف بأنه منتج عراقي ينتج بمصنع نسيج وحياكة واسط. منتجاتنا متميزة جدا، حائزة على الجودة، خاضعة للتقييس والسيطرة النوعية، ولكن اليوم نعاني من عدة مصاعب، منها ارتفاع في قيمة وأسعار المنتجات النفطية مما يصعب علينا يعني القلة بالأسعار اللي منتجنا، يعني يثقل كاهل المنتج مالتنا بأسعار شوية أكثر من اللي تجينا من الصين من تركيا الرديئة. عندنا انقطاعات كثيرة بالكهرباء، عدم الاهتمام الحكومي ولا نعلم لماذا. لدينا منتجات عسكرية تضاهي المنتجات الأجنبية بل أحسن من المنتجات الأجنبية، منها البيارية، البلوز العسكري، القبعة العسكرية، لكن لا نعرف لماذا وزارة الدفاع والداخلية لا تتعاقد معنا رغم الأسعار الزهيدة لمنتجنا، رغم أن منتجنا يضاهي المنتج الروماني والفرنسي ويضاهي المنتج السوري والأردني الذي يساق إلينا من الخارج، لا نعلم لماذا. عتبنا على الحكومة المحلية التي ليس لها أي اهتمام بهذا المصنع، حتى
بعض الوزراء أتوا إلى واسط، لكن لم يزوروا شركة مصنع نسيج وحياكة واسط. لدينا في الكوت معلمين، هو سدة الكوت ونسيج واسط. يعتبر مصنع نسيج وحياكة واسط من المصانع المهمة في الشرق الأوسط لما يمتلكه من معامل وأيدي عاملة، حيث يمتلك مصنع الغزل والنسيج ومعمل الحياكة لما له دور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. فتعتبر الصناعة الوطنية من أهم ارتكازات الصناعة على المستوى المحلي والوطني. لكن خلال هذه الفترة المنصرمة يعاني المصنع من عدة معوقات: عدم توفر الكهرباء أو الصورة مستمرة، قلة الأيدي العاملة، حيث كان المصنع أو المصانع تحتوي على 5000 عامل أو الوقت الحالي على أكثر من 2000 أو أقل من 2000 عامل. أول معوق عندنا بالمعوقات العامل الكهرباء، إطفاء الكهرباء أكثر من مرة يؤدي إلى فقدان المعلومات بالمكاين، يطلع نسبة من العوادم. هاي أول معوق عندنا من معوقات العمل. ثاني معوق قلة الأيدي العاملة، الشركة كان بيها 6000 عامل، هسه بيها قليل 2000 من عامل. 2000 عامل ما يكفون يشغلون المعمل كله، كانت 3 وجبات عمل، الإنتاجية كانت عالية، هسه إنتاجية ما عندنا، كادر ما عندنا، الناس طلعت تقاعد. أكو ناس طلعوا تقاعد أقل من 50 سنة عمرهم، إجا قانون طلعوا. هي هاي من ضمن الحرب اللي جاي تحاربنا بعض دواعش السياسة في سبيل إنهاء الشركة وإنهاء الصناعة الوطنية. فالعدد العمال قليل، كهرباء أطفاء مستمر، والبيع المنتج جاي يطب لنا منتج مستورد أسعار رخيصة، ما نقدر ننافس. إحنا المادة الأولية غالية نستوردها، ما نقدر ننافس. المستورد بدون ضريبة جاي يدخل العراق في سبيل دول الجوار تستفاد. إحنا المنافسة قليلة، ما عندنا منافسة وياهم لأنهم أسعارهم رخيصة. في سبيل دواعش السياسة الداخل يستفادون، حتى دول الجوار هم تستفاد، يطبوا بنا بضاعة يستفادون من خلالها وبالعملة الصعبة. مجرد وعود لا أكثر، يوعدونا إن شاء الله راح نطور المعمل، نزيد الأيدي العاملة، نوفر لكم كهرباء. مجرد وعود كاذبة لا أكثر ولا أقل، مجرد أوبر تخديرية. إحنا ما مستفادين، بس حكي. طلعنا مظاهرات طالبنا بحقوقنا، لا حافز عندنا، لا خطورة عندنا، مجرد راتب. مهددين إحنا، راتبكم للمالية بأي ساعة إنه ينقلون الدوار الدولة يسرحون العمال يمهم بعد. بس هي حرب خفية، حرب خفية من جوا لي جوا، جاي يحاربون الوزارة، وزارة الصناعة تريد تنتهي. الأغلبية طلعوا تقاعد دون عمر 50 سنة، شابوا يطلع تقاعد، اجى قانون أقل من 50 سنة، 15 سنة طلعوا تقريبا 2000، شيء البقية نقلوهم المجلس محافظة، وزعوهم على دوار الدولة. أكو ناس طلعوا تقاعد، الأغلبية أقل من السن القانوني. هي هاي جزء من الحرب الخفية جاي تحارب وزارة الصناعة بي. معمل حياكة أنشئ حسب الاتفاقية العراقية الروسية عام 1959، وضعت المكاين على أرض هذا المعمل عام 1964، أنتج هذا المعمل فعلاً عام 1964. إنتاج المعمل 5 أصناف رئيسية، هي إنتاج الفانيلات القطنية، وإنتاج الألبسة الخارجية المحاكة للبلوزات، وإنتاج الأقمشة أقمشة البوليستر، وإنتاج الأقمشة القطنية المحاكة، وأضيف لنا حالياً معمل إنتاج البيرية القبعة العسكرية. قبعتنا العسكرية تنتج من غزول صوف إيطالي مستورد من أحسن البيريات الموجودة حاليا، تضاهي البيريات الفرنسية.
ولكن هناك معوقات هو عدم التسويق للمنتجات العسكرية من البيرية والألبسة الداخلية القاطع القطنية الداخلية. المعمل حياكة ينتج الفانيلات من أجود الغزول المستورد الممشطة القطنية، ولذلك هسه أشوف أفضل منتجين بالعراق هو أدوية السامراء وفانيلة الكوت. لو تزور الشورجة تلقى السمعة وحتى المنتج اللي يصيحون به والبايع هو فانيلة الكوت. هاي نظاهر بها احنا. حاليا عندنا مشاكل تسويقية، احنا نأمل من السلطات العراقية وخاصة وزارة الصناعة الانتباه الى هاي المعامل ديمومتها، الناس معظمها عايشة بيها. معمل حياك وصل 2000 منتسب، حاليا قلص الى 500 منتسب اللي تنقلات واللي حالة على التقاعد وهكذا. حاليا العقود ما تترسع علينا، يرسي عقد كامل مثلا ما يطلب بسبيري، يطلب بي نطاق، يطلب بي تكرم بسطال، يطلب كثير من الشغلات الأخرى. مكاين قسم الجواريب، المنشأ كوري جنوبي، دبل سلندر، وعندنا تك سلندر. تك سلندر يشتغل مدني ويشتغل عسكري، الدبل سلندر يشتغل مدني، وبي نقشة وجاروبة زينة وحلوة بس للأسف ما المخازن جاي تنملي، يعني مخزن الجاروبة تطلع منها جاي تروح لي غادي، جاي تروح للمخزن. يعني المكاين يعني منشأ كوري جنوبي 2011 يعني جاي تشتغل، يعني ماكو تسويق لهاي الجاروبه؟ والله صار فتره ماكو تسويق، يعني صار فتره كلش كبيره، وتشوف المخازن يعني ممليه جواري، يعني حتى ما علينا طلبيه، المكان تشتغل قد ما تطلع يعني نطهن لهم، يعني ماكو عليه انسحب. يعني شنو السبب؟ ما اعرف السبب، يعني الماكينه تشتغل، جاروبه نظيفه حلوه، الخيط نظيف وحلو، جاروبه اشوفها بيها نقشه، اكو رياضي، يعني جاروبة حلوة يعني وحتى مناسبة، يعني مو غالية تقول، يعني بدل ما اشتري جاروبة بلف، هاي زوج بلف، زوجين، ليش ما اعرف يعني وين الخلل، ما اعرف يعني. اتمنى يعني صاحب المسؤولية يعني اتمنى يعني يزورنا، يكون وفد مثل يشوف الجاروبة، يشوف الماكينة، والماكينة مع العلم حديثة، يعني كوري جنوبي بعدك احسن منها، و2011 ونقشات تشتغل. والله يا ريت بس يا ريت يجونكم بس يشوفون الماكينه حتى نعرف شلون نحكي وياهم، يشوفون الجاروبه حتى يشوفون المعمل كله حديث تقريبا، يعني قسم الخياطه مكاين حديثه، سطحيه مكاين حديثه الماني، البيريه روماني كله حديث، المورات ايطالي، التكمله ايطالي، الجواريب كوري جنوبي، يعني كله معمل حديث، يعني ليش واقف ما اعرف. والله طالب من الحكومة أن يلتفتون على المعمل، يعني معمل معيش عوائل، يعني لو يرجعون شوية لي وراء والله يشوفون المعمل معيش العراق، مو بس الكويت، لا العراق معيش هذا المعمل. والله كانوا من الموصل يجون يشترون الفانيلة بهنا يمنا، يشترونها مال معملنا. زين ليش هسه المعمل وقف؟ ليش يعني؟ ليش أنا أجيب من سوريا؟ ليش أجيب من إيران؟ ليش أجيب من غير دولة؟ هاي عدة فانيلة وعدة جاروبة وعدة بيرية، تجيش ليش ما تأخذ الجواريب؟ ليش ما تأخذ البيرية؟ ليش ما تلتفت على الصناعات؟ ليش وقفت الصناعات؟ يعني ليش معمل نسيج ووقف؟ ليش النساجات يشتغلن، الحياكة تشتغل، التكملة تشتغل، الجواريب تشتغل، البيرية تشتغل، الملابس الشتوية الصيفية تشتغل، الانتاج يشتغل، القماش يشتغل، ليش واقف؟ ليش أنا أجيب البيرية غالية؟ أجيبها $55 وهاي بيريتي $5,000، $5,000 بيريتي وكاملة المواصفات، الخيط روماني، البيرية رومانية، يعني بذاك الوقت يا كان يلبس روماني، ما حد يلبس روماني، ليش هسه الروماني موجود ما حد يلبسه؟ ليش يعني؟ ليش انا اجيب الصيني؟ مجلس محافظه يعني والله حتى مجلس النواب هنا، حتى الوزير جزار المعمل، حتى اعضاء من مجلس النواب جزاره والمعمل، ماكو نتيجه، ماكو كل نتيجه والله، يعني مثل ما دخل يطلع ولا كأنما طلعنا تظاهرات، سدينا الطرق، اعتصامات، ماكو أي نتيجة والله، ماكو أي نتيجة.
ماكو مسؤول جابكم؟ اجانا حتى من مجلس محافظة اجى، من مجلس النواب اجى، وزير وزير الصناعة اجى. ماكو نتيجة، ماكو. ليش؟ وين السبب؟ تنادي من؟ تحاكي من؟ ما اعرف يعني، من نوجه النداء وين يعني وين؟ ليش وزارة الصناعة واقفة؟ ليش يعني؟ يعني أغلبية دول العالم هسه أنتم أهم 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 وزارة صناعة. البلد بيش ينهض؟ بيش ينهض؟ أول ما ينهض بالصناعة. أنا لا، الصناعة وقفتها. ليش وقفت الصناعة أنا؟ ليش معامل على مستوى العراق كامل ليش أوقفها؟ يعتبر معمل البيرية القبعة العسكرية من أهم المعامل في معمل حياكة ونسيج الكود، علما أنه هذا المعمل الوحيد بالعراق وخاضع إلى السيطرة النوعية وحاصلين على الآيزو، علما أن المنتج خاضع إلى قياس السيطرة النوعية ومطابق للمواصفات القياسية وصوف 95% زائد مواد أخرى، وعلما أن سعر البيرية العراقية 5000 فقط، أكرر 5000 فقط، وعندنا رصيد حاليا في المخازن أكثر من 200,000 بيرية كافة الأحجام والألوان، ولكن عزوف، وأكرر أكثر من لقاء، عزوف وزارة الداخلية ووزارة الدفاع عن شراء البيرية العسكرية العراقية، علما انه عندنا كتاب حماية المنتج. يعني اي جهة كانت من الدفاع او الداخلية، اذا احنا ما نعتذر نقول يا ابا احنا ما نقدر نجهزكم، يا الله يشترون بيرية، لكن لم يعمل به منذ اكثر من 10 سنوات، علما أن البيرية حاليا متوقف، وذلك لكثرة الانتاج المخزون وعدم شراء بالسوق. علما أن منتجي عسكري، يعني علما أبيع. هذا المعمل إلى تاريخ العريق، وهو متخصص في الإنتاج الأقمشة القطنية الفانيلة واللباس الداخلي. كان في النظام السابق كان حتى يتصدر هذا الإنتاج إلى دول الجوار ودول الخارج، فمع الأسف عدم الاهتمام الدولة والجهات السياسية والحكومة ودعم الصناعة الوطنية وحماية المنتج لغرض التسويق و توصيل صوت أو سمعة هذا المعمل لأنحاء العالم، وتعرف أكثر الدول هي تعتمد على الصناعة الوطنية. الحمد لله والشكر المعمل في تنازل يوم عن يوم، هو يقل المنتسبين، الإنتاج يقل لعدم التسويق وعدم حماية المنتج. لمن ترجع؟ يعني أكو فد جهات خاصة محاربة الصناعة الوطنية تقريبا هيك. لتدمير المنتج. يعني هسه أكو طرق هواية، فرض الضرائب أو حماية المنتج. وللعلم إحنا إنتاجنا درجة أولى وقطن 100% خاضع للمواصفات السيطرة النوعية والسلام المهني. يعني بس تعرف أكو جهات مستفادة، واكو دول جوار تحاول. يعني بمعنى هناك داعش خارج داعش داخلي. اي تقريبا. اي مو بس هاي. تحكينا على هذا الساس. اي تعرف هسه احنا العلم هسه احنا نقدر هسه احنا نقوم ننهض بالصناعه، تجهيز وزاره الدفاع، وزاره الداخليه، تعرف هسه كله مستورد. هاي المستورد اكيد يعني اكو ناس مستفاده يعني. اي يعني تعرف هاي، فالإنتاج المحلي اللي ارتباط دائرة بدائرة ما يصير يعني بها كومبوشين أو. فاحنا نطلب من رئاسة الوزراء والحكومة الحالية بأن دعم الصناعة الوطنية وتوصيل
المنتج الصناعه الوطنيه والصناعه العراقيه لدول العالم اسوه بالدول المجاوره ودول العالم. هل خرجت التظاهرات اي اكثر من مره، اعتصامات وتظاهرات ولقاءات باكثر من الاذاعات، والحمد لله بدون استجابه يعني. بدون يعني حتى عمالنا تقريبا كبار السن يعني يجوز بعد فسنتين اكثر من يطلعون تقاعد والمعمل ينسد يكون على شكل الحراس. فنطالب يعني الجهات المعنيه او رؤساء الدوله بدعم الصناعه الوطنيه. شعبه الحياكه باليوم 3 أطنان غزل ننتج، يعني هسه 3 أطنان بالشهر، شوف النسبه ايش قد صار الفرق. فهاي تدمير تقريبا هي الصناعه، وحتى ترويج او اعلام عن الصناعه المحليه او الصناعه الوطنيه وتوصيلها مثلا لانتاج بداخل العراق وخارج العراق حاله حال الدول الباقيه. اهمال حكم واضح من هذا واضح للعراقيين انه اهمال الصناعه، ما نقرا الا انه اهمال متعمد. في السابق خرجنا بعدة تظاهرات واعتصامات لكن مع الأسف دون جدوى، لكن نجدد الآن المطالبة بالدعم، وإذا لم يكن هنالك موقف صحيح وصريح من الحكومة سيكون لنا موقف آخر من خلال الاعتصامات من خلال التظاهرات. Спасибо.